بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم واذكر في الكتاب مريم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فاتخذت من دونهم حجابا اتخذت من دونهم
جبار. فأرسلنا إليها روحنا بك لأهب لك غلاما.
يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين صدق الله وكان أمرا مقضيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل التي قامت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ذا
ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.